It's honey time! Hello! نحن اليوم بليتوانيا وبنص الغابة في معي عسل من ليتوانيا ليندن هاني بدي أعمل له ريفيو. ليندن هاني ما عنا منه بلبنان، يمكن في عنا كم شجرة نستعملهم للزينة على الطريق، بس ليندن هاني ما عنا منه أبدا. وهيدا أول ليندن هاني بدوقه بيكون رو، كنت عند نحال وعطاني إياه، فمية بالمية رو وبيور هاني وكتير حب إنه دوقه. يلا بس رح دوقه أنا وياكم. شوفوا كله كريستالايزد من أول للآخر. ليكو 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 ليكو، التكستير تبعه رائعة، كريمي وريحته كتير رائعة، كتير فريش، كتير أروماتيك. واو، في شي نص متر تلج. التكستير مثل ما قلت لكم كريمي مجمد، بس كريمينس، يعني هيدا من أطيب التكستير اللي معقول دقوها. ليندن هاني كأنه عم تاكلوا بينات بطر، هاد التكستير تبعوله. طعمة رو عسل، يعني طعمة عسل، عم تاكلوا عسل مش مسخن، كتير في فليفرز والفليفرز بضلهم يقوى شوي شوي، في فريشنس، في شوي ديب فليفرز لإله مثل وودي شوي. رائع رائع رائع، يعني كتير أنا مبسوط إنه عم دوق عسل ليتواني بالطبيعة الليتوانية لحد النهار. شي خوات، والتلج عم ينزل علينا، منيح اللي صحيت شوي تقدرنا نعمل ريفيو. رح أعطي هذا العسل 9.1. This is the review.